16 جروب بثلاثة ويترشحوا واحد برك كيما تو يمشيوا يلعبوا ثم النهائي ثم النهائي. لكن البارح البارح زاد دا صار اجتماع ما بين انفانتينو وما بين لي بريزيدون نتاع لي كونفيدراسيون ولي بريزيدون نتاع لي كونفيدراسيون يقولوا نفس الكلام اللي قلته واني اللي كونوا كوم سا لا كاليفيكاسيون باش تولي اصعب على الفرق الافريقيه الاسيويه كذا خاطر باش يصير اكتساح بلوز اوان نتاع لي زوروبيان. دونك اقترحوا البارح اون دوزيام اوبسيون اللي هي يوليو يترشحوا زوز من كل جروب ما عادش يلعبوا ثم النهائي يوليو يلعبوا 16 دو فينال. وقتها عاد كان ما نترشحوش نسكروا وباش مع الاحمر ونقولكم شورليات ونركحوا الامور ونسكروا البيب ونروحوا على رواحنا وانتهينا. نكملوا للتصريح هذا جلال القادري يتحدث بطبيعه عن قرار وهبي الخزري بعد الاعتزال دوليا. وهبي الخزري كان في جلسه بعد ما كملنا المشاركه نتاعنا حكينا مع بعضنا عملنا اجتماع لاعبين الاطارات الكل نشكروهم على المجهودات نتاعهم. وهبي خذا الكلمه وعبر معناتها على رغبته باش ينهي المسيره نتاعو مع المنتخب. كانت لحظه مؤثره جدا احترمناها. وهبي يظهر لي اللي قدم ويبقى درس لعده شبان ودي جينيراسيون اللي هما سورتو لي بي ناسيونو. مشكور وهبي على اللي قدمه الكل. كان عبر على رغبته باش ينهي مسيرته كيف ما حكينا مع المنتخب. ان شاء الله يعاود يفكر على خاطر يبقى وهبي بالنسبه لي انا قيمه فنيه كبيره. لاعبين اخرين لا ما عندي حتى. والهدف الاول لمنتخب الاوروغواي امام المنتخب الغاني واحد بلاش اي تنبأت للحق تنبأت معناها وانت تضحك عليك جات البيلانتي بتاع غادي تضحك انا خيارها ديما تضحك ديما فما السذاجه اي سير صحيح ولا هذيك لحكينا عليها به اندريا يو واني ناوي باش نغير التاريخ وغدوه باش نثأر وغدوه باش نربح بلادي واللي عملوا شو اسمه كما يسابيل سوارز هاتا يشوف شو مش نعملوا فيش شيء ما فهم. بورتغال سجل الأولى من كوريا الجنوبية سجلت عندها برشا اي واحد بلاش واحد بلاش به 31 سنة نعيم أساسي وهبي الخزري يا راسكيت هذاك اللي يلعب في شو اسمه نرجع دوك نحكيو على الأوروغواي نحكيو على وهبي الخزري شوية معناتها مازلت كوب دي موند اي تنحكي خلينا نحكيو على وهبي الخزري وهبي الخزري شنو نحكيو عليه أحسن تالون في تاريخ تونس لعب البر شنو نعطيه الكلمة اللي هو أني نوافق خاطر ما كنتش مركز معنا لا مركز وهبي الخزري 31 سنة دولي منذ 2013 يختار الاعتزال اختار الاعتزال 31 سنة بروليرا وهبي الخزري من اللي كان في باستيا وبعد بوردو كان ديما يعمل مشاكل معناها وهبي الخزري اي كي تعرف من الكورس تفهم كل شيء اي باش تلقى معاه تيران دونتونت صعيب برشا وصل مرة إلى تي سسبوندو 9 ولا 10 ماتشات ظهر لي داز اربيتر وكذا ميسوسي ايتان تحب ولا تكره يغير على تونس ويغير على الكرة ويلعب للاخر وتري جران تكنيسيان وما تحطش في احسن الظروف في المنتخب. وهبي الخزري كيلعب مبارياته الكل في المنتخب وقدام وافون سونتر راهو ماركينا الدوبل تاع اللي ماركيه تو تهز وانت تلعب وافون سونتر قداش منه باش يروبيكي باش يرجع يحب ياخذ الكرة في ساقه ما يحبش يعمل وافيك سام ماركي اكثر منهم وافيك سام ماركي 25 بونت معناه انت ايماجين وهبي الخزري كيلعب ب 60 ولا 70 سيليكسيون لعب 74 مقابل دولي 74 ايماجين كان حاطيت قدام وافون سونتر في ال 74 مباراة غادي وين توتير لاكانت اسونس نتاعو ثاني نتذكر بالكدا نتذكر بالكدا بالكدا 14 فيفريي نهار عيد الحب في 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 سانت اتيان هبطوا له بونكارت وهبي الخزري في لا جراند بلاس في سانت اتيان واحد فهمتني كاتب ميساج قال لها جو تيم كوم ان بوت دو خزري على 90 ديزير اللي هو غادي معناه اسمه يبقى محفور في التاريخ هو راهي الفكره مش ولا بونت راهي الفكره مش ولا بونت راهي خايبه برشا لا انطلقت من فرنسا يظهر لي وقت سانت اتيان نيسيسيتي ما لقاوش شكون معناتها ما ديوني وقتها شو اسمه ديوني وتافاريس كانوا في ديجون هما نعيمه وهزوا ديوني لسانت اتيان ما نجحش ما ثبتش بالباهي ديوني ما نجحش نحاو ديوني حطوا هو افون سونت اي مي افيك سا اي ماركي معناها تحطوا بونتا مش في البوست نتاعي وي ماركي ماركي ديما هو اسمع الارقام راهي مش خايبه حتى طرف معناتها من امان امان راهو قاعدين نحكيو على مليابي من احسن ملاعبية في الـ في الـ لعب في احسن اي في احسن في احسن ليكيبيت في فرنسا لعب في ساندرلاند صحيح ما كانتش اكسبيرينس كبيره اما راهو يفو با اتر انغارا علاش علاش الناس في صعبة تشوف نعيمة انه هو بالخزري قادر يزيد يعطي المنتخب اي كنا نجم نكملوا معاها الكوب دافري في اطار في اطار في اطار الفقر الهجومي اي بالطبيعة بيان سور انت فهمتني قال لك
فقر وهجوم. انت والله كانت عندك بليتور دا تاكوم معناها عندك تبارك الله وفرح كبيرة. معناها 2024 في الكوب دافريك معناها حاصل معناها باش لا لا 2024 جانفي 2024 جانفي فيفريي جانفي 2024 معناها باش نلقاو حل العقم الهجومي. نحن انا 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 الحقيقه يعني كان عندي الثقه والاسبوار في شواطينيو يا اخي شواطينيو ما باش خيرت راهو معناتها الخزري توا في كاريرو 30 سنه راهو عمل رقم باهي صغير على الاخر راهو 31 صغير عمل 503 مباراه كاريرو كامله 503 راهو رقم لي اسيدي ريغولير مرتفع جدا سجل فيهم الكل 127 هدف الكل وعنده 60 اسيست وعنده حاجه اون كاليتي مالغري لعب برشا في الوسط كي تشوف بالرابورات معناتها كي يخدم في الليست